عملية الإعذار أطفال مدينة أصيلة التي تشرف عليها مؤسسة منتدى أصيلة هي استحضار لموروث ثقافي كان معروف هنا في أصيلة، فحيث كان الأعيان هنا في أصيلة يجتمعون لإحياء يعني السابع المولد كما نسميه اليوم السابع بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم، لإعذار جميع أطفال يعني يوصلون السن ديال الإعذار، وكتكون واحد الاحتفالية كبيرة في المدينة، وكان هاد العادة هادي اندثرت ما بقاتش كتعمل. فمؤسسة منتدى أصيلة قامت وخدت على عاتقها منذ أزيد من تقريبا 15 أو 20 سنة تقريبا الآن إلى الاحتفال بأطفال المدينة في نفس المناسبة وإعذارهم بدار الصباح للتضامن. وهذه العملية كتتم تحت إشراف طاقم طبي يعني متخصص، كنقوموا بالتحاليل الطبية اللازمة قبل ما نعملوا العملية الإعذار. والأطفال هم من جميع أحياء المدينة، ما كنركزوا على الأطفال ديال يعني الفئة المعوزة، ولكن هو مفتوح لجميع أطفال المدينة. العملية كتتم في شقين كما قلت، الشق الأول ديال التحاليل الطبية، ثم بعد ذلك الأطفال اللي هما يعني سليمين ممكن انهم يحضروا العملية ديال الإعذار، كيتم الإعذار ديالهم وكنسلموا لهم اللباس، اللباس التقليدي المغربي، وكنسلموا لهم واحد المساعدة عبارة عن قفة يعني بحال يعني تقضية للأطفال يحتفلوا بهم، وهذا وبعض الأدوية والحلويات إلى آخر الأطفال. هاد السنة هادي تزمنت مع تنظيم الدورة الخريفية لموسم أصيلة 42، غيستفدوا 70 طفل وتم تقسيمهم إلى يومين، يعني اليوم غادي يكون واحد الجزء، وغدا إن شاء الله غادي يكون الجزء الثاني. كما جرت العادة في كل عام كنجيو لمنتدى أصيلة بهذا المناسبة ديال عيد المولد النبوي، وكنتكلفوا بعملية الختان نحن مجموعة من الممرضين، والأمور كلها ولله الحمد كدوز في أمان الله وحفظه. أنا فايت ليا الأول والثاني هذا، الله سيدنا بن عيسى الله ينصر على الحق، الله يرحم والديه، مزيونا غزالة ومضرافة، كطنا القفة كطنا الصخرة وكيختموا العويولات، الله يرحم الوالد، الله يزيدكم في المداد. كنشكر هذا المنتدى أصيلة برئاسة السيد محمد بن عيسى، حنا جبنا وليداتنا هذا العام ان شاء الله، ودائما كيديروا هذا الشيء هذا، جبناهم في الاول ديالهم قيدناهم، عاوتاني دازت مده عيطنا ودرنا وليداتنا التحاليل، ودابا جبناهم عاوتاني باش نديروا هذا الختام د العويل الصغير، وكيساعدونا وعطينا واحد المساعدة والدواء ديالنا وكل شيء ديالنا، وكنشكرهم جميعا من اللي كل من ساهم في هاد الختام ديال وليداتنا من قريب ومن بعيد. هاد العملية ديال الختام فرحان بها بزاف، حيت فيها كل شيء متوفر، فيها تحاليل ديال وليداتنا وفيها الختان وهاداك الشيء منظم، والله يرحم الوالدين والله يجازيهم بخير هاد الناس هادو. كنشكر بسيادة السيد محمد بن عيسى والناس اللي ساهموا في هاد المبادرة كاملين، الله يرحم لهم الوالدين، الله يجازيهم بخير، وشكرا لكم حتى نتوما.